الحكومة ليس من حقها أن تجيز الخروج، لأن الخروج على السلطان محرم بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للحاكم أن يجيز ما حرمه الله عز وجل وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. زي الإنسان اللي يقول لك مثلا أنا عرضي ملكي لي، نعم عرضك ملكي لك، لكن لا يجوز لك تبيع عرضك للناس، ما يجوز لك تبيع زوجتك ولا أختك ولا عمتك ولا نفسك، ما يجوز لك تبيع عرضك، لأن الحق هنا حق لله سبحانه وتعالى، فليس من حق الحاكم أن يبيح الخروج عليه، لأن المفاسد المترتبة على الخروج لا تخص الحاكم، إنما تخص البلد عموما وتخص المجتمع المسلم. لما يحصل الفساد في ضياع الأموال وفي هتك الأنفس وضياع الأرواح وغيره، ده ما يخص الحاكم ولا من حقه إنه هو يجيزه للناس. فلذلك لو أجازه الحاكم فلا طاعة للحاكم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، وهذا منكر لا يطاع فيه الحاكم.